يشكل فيروس الكورونا تهديدا للجميع. لقد جاء تطبيق القانون هنا لمساعدتك. إذا كانت لديك أي هواجس حول أمنك الشخصي أو أي أمن أي شخص آخر، فالرجاء الاتصال بنا، ولا داعي للقلق من اتخاذ هذا الإجراء. فكما قالت تشارلز بلاكوود عمدة مقاطعة أورنج، فإن فيروس الكورونا يشكل تهديدا للجميع. لقد جاء تطبيق القانون هنا لمساعدتك. فإذا كنت قلقا حيال أمنك الشخصي أو أمن أي شخص آخر، فالرجاء الاتصال بنا، ولا داعي للقلق من اتخاذ هذا الإجراء. فإن الفيروسات لا تميز بين الناس، وكذلك على الناس أن لا يميزوا بعضهم ضد البعض الآخر. فكلنا عرضة لهذا المرض، ويجب أن نتعاون جميعا لوقف انتشار هذا الفيروس. فلا يوجد هناك أي فرد ينتمي لأي مجموعة عرقية. على الأرجح أن ينشر هذا الفيروس أكثر من أي شخص آخر، ولا تقع أي مجموعة عرقية تحت محل اللوم. كن جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة. رجاء أمكث في البيت، إلا إذا تحتم عليك الخروج من أجل شراء الغذاء أو من أجل العمل أو لحالة طارئة. ليس علينا أن نخاف من بعضنا البعض، فكل ما نحتاجه هو المكوث بالمنزل، وإذا خرجنا فيجب علينا أن نحافظ على مسافة 6 أقدام بيننا. إذا قام أحدهم بتهديدك أو جعلك تشعر بعدم الأمان، فالرجاء الاتصال ب 911 وقدم بلاغا حول ذلك التهديد. أثناء فترة تنفيذ أمر المكوث بالبيت، يأتي دور القانون في توعية المجتمع وتقديم الدعم له، إلى جانب الحفاظ على سلامة الجميع. فنحن جميعا نتشارك في هذا الوضع. فالرجاء الاتصال بنا إذا كان بإمكاننا مساعدتك. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فالرجاء الاتصال ب 911. وإذا كنت لا تستطيع التحدث بالإنجليزية، يرجى إبلاغنا بأي لغة تتحدث، وقم بطلب مترجم.